ونحن حاليا في الوقت اللي راح ينزل فيه الفيديو لسه في شهر 7، يعني النهائي راح يكون بعد 5 شهور. إلى الآن نحن ما عندنا أي فكرة عن الفريق اللي راح يفوز في كأس العالم، ولكن كرتون عائلة سيمبسون اتوقع في أحد حلقاته إنه البرازيل هي اللي راح تفوز في كأس العالم لسنة 2022. الكرتون اتوقع إنه المباراة النهائية راح تكون بين ألمانيا والبرازيل. في الحلقة كان في أكثر من حدث انذكر غير فوز البرازيل في النهائي، مثلا في نص المباراة في لاعب يشبه نيمار انصاب بإصابة قوية وطلع من اللعبة. يعني في الكرتون اتوقعوا كمان انه نيمار ما رح يلعب الشوط الأول بالكامل،